السلام عليكم، ازيكم الدكاترة؟ عاملين ايه؟ يا ترى صوتي واضح؟ صوتي واضح بالنسبة لكم والصورة واضحة؟ الدنيا تمام؟ الناس بس تبتدي كده. ايه نشوف الناس كده. الصوت الصورة واضحة، تبتدي الناس بس تدخل معانا. اوكي، المفروض ان احنا لايف، صح؟ عايزين نبتدي على طول ولا نستنى شوية الناس؟ الصوت واضح. اوكي، ازيك يا دكتور احمد؟ الصوت والصورة واضحين. اوكي، انا مش ظاهر عندي الناس ابتدت تظهر ولا لا يا دكتور احمد، يعني لان انتوا مستضيفيني فانا مش شايفة الناس ظهرت ولا لا. انتوا اللي تقولوا لي بقى ان انا اشتغل ولا ايه. اوكي نبتدي، لان انا مش تمام. اوكي يلا بينا، طالما الصوت والصورة واضحين والناس ابتدت تدخل already. اوكي يلا. ال presentation المفروض انها تبقى واضحة كده يا دكاترة ليكو. اوكي برزنتيشن واضحة. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وصلى الله وبارك على سيدنا وشرفنا وطهرنا محمد وعبد الله. كل سنة وأنتم طيبين يا دكاترة. أوكي، رمضان كريم طبعا، يعني إحنا في أيام لازم نخش الأول نحاول نفكركم بأجواء رمضان اللي إحنا مش عارفين نعيشها قوي الأيام دي. ربنا إن شاء الله يقضيها على خير. النهاردة عايزين ندردش كده في حاجة خفيفة. طبعا موضوع إن patient يجي لي with a prescription ده قضية كبيرة جدا، يعني ان انا اكتب للبيشنت حاجه. يعني اي حد بيذاكر في علم الادويه في الاسنان بيذاكر دايما بيبقى مركز قوي على اللي هو بيكتبه، وبيعرف له الحاجات المهمه في الناس الاخرى بتبقى كاتباه. فده يعني قضيه كبيره، قضيه كبيره قوي ان احنا نبتدي نتكلم عن موضوع البريسكريبشن. فاحنا اخترنا اتنين نوعين من البيشنت هيجي لك بروشتته نتكلم عليهم النهارده. هنتكلم ان شاء الله على موضوع البلاد ثانرز والبيسوسفونيت، هكون معاكم فيهم ان شاء الله، يعني هنحاول ما نطولش عليكم. انا دكتوره اسراء جمعه، دي دي اس ام جي دي اف ام اف دي، ماستر في اورال ميديسن دايجنوزس اند ماكسيلو فيشال راديولوجي، وكورس دايركتور في ماستر كيس الزمالات البريطانيه. تعالوا نبتدي مع بعض كده. الاول انا دايما احب الناس تبقى ماشيه مرتبه افكارها، يعني انا مش جايه ارص لك كلام مصمت وكئيب، او بحاول ما يكونش كده، يعني حتى لو هو كئيب يعني فبحاول ما يكونش كده. عايزاك تفكر في ايه دايما لما بيشنت يجي لك بياخد دواء. مينلي عايزاك تفكر في حاجتين، لو الدواء ده بيعمل اورال مانيفستيشنز لازم اكون اوير بحاجه زي كده، ولو مش اوير تبقى اوير. يعني ايه؟ يعني دايما حط في بالك ان الدواء ده ممكن يعمل انديوس لاورال ليجن، يعمل مانيفستيشنز للبيشنت ده. فاي دواء بياخده البيشنت لازم ارجع له اسال نفسي يا ترى ممكن تطلع له حاجه. حتى لو انت مش عارف المعلومه حاول دايما تبقى عارف الادويه من باب الاحتياط،
يا ترى ممكن تعملي ولا لا. الحاجه الثانيه موضوع بقى الدنتال امبليكيشنز اللي كلكم بقى بتقلقوا، يا ترى الدواء ده هياثر على الدنتال مانجمنت بتاعي، هياثر على شغلي، هي انتر اكت مع الادويه اللي هكتبها، كل ده هنحطه تحت عنوان الدنتال امبليكيشنز. فنوعين الادويه اللي انا جاي اتكلم عليهم النهارده، او نوعين التريتمنت اللي انا جاي اتكلم عليهم النهارده، هنحاول ان شاء الله نفصص الجزئين دول، اورال مانيفيستيشنز ودنتال امبليكيشنز او دنتال مانجمنت. انا دايما احب اعمل مايند سيت للناس قبل ما اتكلم في اي توبك في الدنيا، بمعنى مش عايزه اقول كلام ولما انت تيجي تطبقه ما تعرفش تطبقه، مش عايزه اقول كلام. انا دايما اقول الموضوع ده للناس، انا مسكت المجال الاكاديمي وانا كبيره في السن شويه، اوكي. انما انا كنت كلينيشن فور لسنين طويله جوه وبره مصر، فحاسه قوي بازمه الكلينيشن اللي بيكلمه واحد اكاديمي، يعني حاسه بازمتكم، اوكي. فمبدئيا كده عايزك تحاول على قد ما تقدر تطبق الموضوع ده، ان اول ما تلاقي بيشنت بياخد دواء انت بتتخض، او لو دواء كمان انت مش عارفه ولا سمعت عنه بتتوتر وتبتدي بقى ايه، يعني تاخد العلبه كده وتركنها على جنب على استحياء كده، وتبقى عايز تفتح الموضوع، وكلنا مرينا بالمراحل دي. انا عايزك اول ما تمسك الدواء تطلع ورقه وقلم، لو انت راجل ما بتتعاملش بميديكال شيت الله يكرمك نزل ميديكال شيت عندك، لو انت راجل بتشتغل ديجيتال حلو جدا يا ريت يكون عندك على الكمبيوتر على الايباد على التابلت ايا كان طريقه تدخل بيها البيانات، وتفكرك بالاسئله المهمه. اي دواء الاسم العلمي هو اللي يهمني، ما يهمنيش التريد نيم، المفعول بتاعه بيبقى مكتوب تحته، يعني اي دواء مثلا مكتوب فوق مثلا مش عارفه زرلته، تحت هتلاقي مكتوب عليه الافكت بتاعه دايركت كذا. ومش عيب خالص، مش عيب خالص ان انا يبقى عندي ريفرنس بيحترم نفسه في الدرج، وانا قلت قبل كده على موضوع ريفرنس الادويه ده، عشان اخد هيستوري محترم من الناس، عشان من غير هيستوري مش هتعرف تمانج، من غير هيستوري هتنسى الاسئله المهمه، من غير هيستوري هتقع في اخطاء. فدايما اقول على مصبي الازادنت الريفرنس ده، يعني كتاب رائع جدا عباره عن كلمه ورد غطاها. اي دواء في الدنيا متقسم الفاباتيكال، هتبص تلاقي مثلا انت عايز تدور على دواء بحرف السي، هيجيب لك الدواء اللي بحرف السي ده علاقته بيك ايه في الاسنان، يا ترى ليه اورال مانيفيستيشنز، يا ترى ليه دنتال مانجمنت او دنتال امبليكيشن، يا ترى ايه الانتر اكشن بتاعته مع الادويه اللي انت بتكتبها في الاسنان. فمصبي دراج ريفرنس ده يعني لازم يكون في درج كل واحد عندنا في المكتب، مش ما حدش يحفظه ابدا، لكن يكون عندك لو انت حسيت انك مش عارف الدواء عن ايه طلعه عادي جدا وراجع الادويه، مش له عيب ولا حرام قدام البيشنت دكتور. قدام البيشنت ما تعملش حاجه حرام، مش حد في الدنيا يحفظ الادويه دي، وحتى لو البيشنت خد باد امباكت لما انت تاخد هيستوري مفصل وتمانج الحاله كويس، راجل هياخد امبريشن كويس جدا عنك. فاول حاجه اسم الدواء العلمي يتكتب بصح ومظبوط. الحاجه الثانيه الانديكيشن، ما ينفعش ابقى مثلا اصل دكتور البيشنت بياخد كذا، ايوه بياخده لايه، لان ده بيفرق، وبالذات النهارده لما هنتكلم في مجموعه ادويه مهمه جدا زي الباسوسونيت، هتلاقي ان هو بياخدها لايه تفرق جدا في المانجمنت، بياخد حاجه زي دي لايه بتفرق جدا في المانجمنت. فلازم اعرف انت بتاخد ده لايه، لان طبعا كل دواء ليها انديكيشنز مختلفه، في ادويه هتلاقيها بتعالج شويه حاجات اوتوميون، وفي ادويه هتلاقي البيشنت بياخدها مع نفسه كده، يعني هي نفس الدواء بيعالج حاجات اوتوميون، نفس الدواء بيعالج اورال ارسريشن هبلة، نفس الدواء ما اعرفش ايه، فانا لازم اعرف يكون بياخدها ليه. الدوز الجرعه تهمني في بعض الاوقات، في بعض الاوقات لا، اوكي. فالدوز والديوريشن مهمين جدا، واي ريسنت تشينجز، بمعنى ايه، لازم اسال البيشنت انت الدواء ده اللي انت بتقول لي بتاخده بقالك 10 سنين نفس الجرعه، معقوله؟ الموضوع ده مهم، وانا نفسي وقعت في الخطا ده كتير جدا، ان احنا نيجي البيشنت نلاقي البيشنت بياخد دواء بقاله 10 سنين وظهر له حاجات في بقه مرتبطه بالدواء ده، انا احلف على مصحف انها مرتبطه بالدواء، بس مش معقوله ظهرت دلوقتي، مش منطقي. وبعدين نكتشف مثلا ان البيشنت دبل الجرعه، نكتشف ان البيشنت خد دواء تاني مشابه في المفعول، الاثنين عملوا زي سينرجيستك افكت، ولما نغير الحاجات دي البيشنت يبتدي يتحسن. فلازم ابقى عارف الدوز والديوريشن، ولو حصل اي تغيرات على الدواء انا كده خدت هيستوري محترم للدواء بتاعي قبل ما مانج، عشان دايما يفضل عندي ويفضل اضيف عليه بعد كده. تعالى نبتدي النهارده بخناقه انا كل يوم والتاني ناس بتبعت لي عن موضوع البلاد ثانرز، ومفيش بوست فيسبوك فيك يا مصر الا ونلاقي الخناقه دي، والناس تقول لك وقف ده، لا ابعت لده، لا طلعها للدكتور. ادي خناقه شهيره جدا، انا حاولت النهارده بالذات يمكن في الليكتشر بتاعت النهارده ان شاء الله حاولت على قد ما اقدر ان احنا ايه نقول القول الفصل، اوكي. يعني انا رجعت كل حاجه تاني كاني اول مره بقولها عشان اقول القول الفصل. لازم اكون عارف ايه التايب اوف بلاد ثانر البيشنت بياخده، هنتكلم على الانفستيجيشنز اللي محتاجه اعملها واللي مش محتاجه اعملها عشان برضو ما يخيلكش ان في حاجه ناقصاك،
في ناس زي ما انت بتقولي يا دكتوره ليه ما اعملش كواجيليشن اي سي كامل، انا نفسي اعمل البي تي والبي تي تي والاي بي تي تي وافرح بقى وكده. لا يعني في حاجات تعملها وحاجات لا، يعني علمه اللي ينفع بالنسبه لك. ايه الموديفيكيشنز اللي ممكن تتعمل وامتى انا ممكن اتعامل وامتى احتاج ريفيرال؟ طيب قبل ما نفهم انواع البلاد ثينرز والفرق ما بينهم، انا دايما احب اشرح القصه الحزينه دي لدرجه انا بتهيألي كل دكاتره الاسنان بتوع مصر سمعوها مني من كتر ما بقولها. ازاي الكواجيليشن نفسه بيحصل، او ازاي لما حضرتك تتعور ايه الخطوات اللي بتحصل عشان تفتكر الفرق ما بين الادويه دي. المفروض ان اقول حاجه، لما انت تتعور كده بيحصل حاجه اسمها ايه، فازو كونستريكشن، بسرعه البلاد فيسلز يقفل عشان يقلل البليدنج ويبتدي البليتلتس يجي من كل حته، تبتدي تعمل ادهيجن وتبتدي تعمل اجريجيشن وتعمل لي البرايمري كلوت البلاج الاولانيه. في الفتره دي هيكون مين اللي ابتدى يحصل له اكتيفيشن، الكواجيليشن فاكتورز تبتدي تيجي برضو من كل صوب واحد، ويبتدي يشتغل عندي السكندري اللي هي الكلوت السبتة. ما ان ينتهي هذا الموضوع الا ويبتدي يحصل عمليه انهيبيشن، ما خلاص انت مش اديتي مهمتك، يبتدي يحصل انهيبيشن للكواجيليشن فاكتورز، وات ذا اند يبتدي يحصل حاجه اسمها فايبرينولايسيس بالظبط كده لما يكون عندك شويه اكسس وتقصقصه. ليه انا بقول القصه دي دايما اقولها عشان تفتكروا انهم نوعين مختلفين تماما، وتاثيرهم على جسم البني ادم مختلف تماما، هي مش بلد وبس، يعني هو مش ايه، مش حاجه واحده. فعندك على اساس هذه المراحل عندك نوعين رئيسيين من الادويه او من البلد ثانرز هنتكلم عليهم، الانتي بليتلتس والانتي كواجيلنس اللي بتشتغل على البليتلت واللي بتشتغل على الكواجيليشن. وافتكر كويس قوي ان اللي بتشتغل على البليتلت بتشتغل على الفانكشن بتاعتها، بتشتغل على الريسبتورز بتاعتها، ما بتشتغلش على النمبر ميلي. خلاص فانسى خالص ان انت فكره تحلل بليتلت نمبر لبيشنت بياخد انتي بليتلت ميلي. شوف انا بقول ميلي عشان في بعض الانواع على استحياء كده بتعمل ثرومبوسايتوبينيا، بس ما يهمنيش، انا يهمني تعرف ان جنرالي الانتي بليتلت دي بتشتغل على الفانكشن. عملت انا هنا ايه بقى في السلايد دي، حطيت لك كل احتمال في الدنيا ليه انتي بليتلت افكت، اوكي، لاي ميديكيشن في الدنيا، من اول الاسبرين الشهير جدا لحد الكولبيدو جريل اللي هو البلافكس برضو الشهير جدا واخواته، الابيكسي ماب برضو ده مشهور دلوقتي، التايروفايبان اللي هو الاجراستات برضو الناس بتكلمني عليه كتير دلوقتي، حاجات زي الالكحول وبعض الهيربال ميديكيشنز هجمعها لكم في الاخر ايه هي الهيربال ميديكيشنز اللي بقت كتيره دلوقتي. انا زي ما كنتش بشوف الكلام ده وما كنتش بتكلم عليه، ان يعني في بعض الحاجات اللي هو ايه الطب الطب البديل، يعني الطب البديل مع احترامي للطب البديل، يعني ان بعض الحاجات كتيره جدا تلاقي ما شاء الله بيشنتس بتاخدها وعامله سيوله. في الاخر برضو هديكم فكره عليها ان شاء الله. طيب انا بقى لازم اكون حافظ كل الادويه؟ قلت لكم لا، انا على الاقل عندي فكره على المجموعات الرئيسيه ليه، المجموعات الاشهر في الاستخدام، مجموعات الكولبيدو جريل اللي هو البلافكس، مجموعات الدبريدامول، وفي ميكس دايما بنلاقيه اللي هو الدبريدامول مع الاسبرين اللي هو اسمه الاجرينوكوك الاجرينوكس، الاجرينوكس ده بيبقى برضو ميكس ما بين الاسبرين والدبريدامول. الليسته دي كلها ما تهمنيش في حاجه غير في الاخر الاسم العلمي بتاعهم او الاكشن الرئيسي بتاعهم انتي بليتلت، وان اختلفت الطرق. فالليله دي كلها انتي بليتلت، والمجموعات الرئيسيه اللي ممكن هنشوفها كتير دلوقتي الاسبرين، الكولبيدو جريل، الدبريدامول، الميكس ما بين الاثنين الدبريدامول والاسبرين، الاجراستات برضو بقينا بنشوفه كتير جدا. الحاجات دي كلها تقع تحت كاتيجوري واحد الا وهو الانتي بليتلت. تمام. طيب هل الانتي بليتلت دي يا دكتوره ممكن اشوف لها اورال مانيفيستيشن؟ اونستلي لو البيشنت الدنيا معاه تمام وكنترولد ومتابع عاده مش هنشوف حاجه، لكن في بعض الاوقات البيشنت ده يظهر له بتاع البليتلت، مش بتاع الكواجيليشن، بتاع البليتلت يظهر له بيتيكي، ممكن يظهر له بليدنج تحت الميكوزا زي البيتيكي زي الايكوموزس زي البيربرا، لكن دي مش حاجات بصراحه مش كومن، لكن ممكن لما اشوفها البيشنت بياخد انتي بليتلت اكونسيدر هل يا ترى مرتبطه بيها، اخلي بالي من الموضوع ده رغم ان زي ما بقول لكم هي مش حاجه كامل. طيب ماذا تقول الاسطوره؟ يعني الاسطوره بتقول ايه؟ الاسطوره بتقول بنوقف الادويه دي عشان ممكن العيان ينزف في عياده الاسنان لحد ما يحصل له كارثه. طيب احنا زي ما واضح من كلامي ده خلاص اسطوره، اعتقد اتكلمنا في الموضوع ده كتير، بس برضو في ناس لسه عايزه تفهم الكلام ده وتهضمه اكتر. زمان كنا بنتكلم ان احنا بنوقف الادويه دي شويه لحد ما، وفي دلوقتي بروتوكول طبعا لسه ما زال موجود يوقفوا 3 ايام. اشهر حاجه اقول لك وقف الاسبرين، وقف الانتي بليتلت بالذات 3 ايام عشان ما يحصلش مشاكل.
طيب خلينا نتفق الأول على المسمى بتاع الأسبرين. الأسبرين بنسميه irreversible nosides, irreversible non-steroidal anti-inflammatory. كلمة irreversible دي هي اللي هتفكرك دايما إن الثلاث أيام اللي انت وقفتهم فيها دول ولا حاجة. ما هو وانس إن هو اتاخد بيبايند لكل أو بيشتغل على كل البليتلتس اللي موجودة في دمك ومش هيروح إلا ما كل البليتلتس دي تروح ويجي غيرها. فبنتكلم في 7 لـ10 أيام. في حاجة تانية تقولك 8 لـ11 يوم. طب أنا لما وقف لبيشنت بياخد الحاجات دي 8 لـ11 يوم، هو البيشنت ده بياخدها دلع؟ موستلي أغلب الناس اللي هتجيلك مش بتاخدها بروفلاكتيك كده، مش بتاخدها من باب إيه إن هي خايفة على صحتها، ولو إن النوعية دي موجودة اللي بتاخد أسبرين بعد 40. بس الأشهر هي النوعية اللي عندها مشاكل. إيه بقى نوع المشاكل اللي ممكن يعني النوعية دي تستخدمها؟ أو يعني مين البيشنت؟ لأن أنا برضو يهمني نوعية البيشنت مين؟ الناس اللي عندها مايكارديال انفاركشن، الناس اللي عندها هيستوري للجلطات، مش أنا قلت لكم إن أنا دايما لازم أعرف البيشنت بياخد الدواء ليه؟ الناس اللي عندها ثرومبوزز، هيستوري ثرومبوزز، ترانزيت اسكيميك أتاك، جلطات قريبة، يهمني أبقى عارفة. لأن خلي بالكم نوعية الناس اللي بتاخد أنتي بليتلت تختلف شوية على اللي بياخد أنتي كواجلت، وده اللي بيزود خطورتها، وده اللي بيزود خطورة الأنتي كواجلت. فبالتالي لما الاقي بيشنت بياخد الحاجات دي واقرر ان انا اوقفها له 7 لـ10 أيام عشان خاطر انا هعمل دنتال سيرجري، الكلام ده زي ما اتفقنا ان هو ايفيدنس لي انيمور، بالعكس انا بزود ريسك للناس دي ان يحصل لها ثرومبوزس، بزود الريسك دي ان يحصل لها مشاكل طبيه كبيره جدا، مقابل ان كل الايفيدنس بيقول ايه. الايفيدنس او الجدول اللي انا ملخصه لكم قدامنا ده بيتكلم ان ايفن الدنتال الماينر دنتال بروسيجرز، الماينر سيرجريز في عيادات الاسنان ما فيهاش مشاكل خالص، وكان كان بي بريفورمد سيفلي من غير ما نوقف الانتي بليتلتس بانواعها، من غير ما نوقف الانتي بليتلت بانواعها. طيب انا برضو بحب احط كل الاحتمالات، انا دكتوره ده داخل ميجر سيرجري وما ينفعش تتاجل، ما ينفعش مثلا ميجر سيرجري ونظبط له الدنيا وتحجز في مستشفى او كذا. ممكن في حالات سيفير جدا او في حالات سيئه جدا وعندنا امرجنسي نستخدم حاجه زي الديزموبريسين. طبعا الديزموبريسين ده مش هيتاخد للعيان من غير ما يكون الدكتور بتاعه موافق، ودي حاجه انا حطها لكم من باب بس ان انت عارف الاحتياط ان ممكن في الميجر سيرجري. وطبعا الميجر سيرجري انا بتكلم على ليفل ماكسيلوفيشال سيرجري، انا بتكلم على حاجات تروما، انا بتكلم على الكلام ده. فبالتالي الناس دي مستحيل هيكون دخل مستشفى يعني فيها من الاخر هوسبيتاليزيشن، مستحيل ما يكونش هيظبطوا له الدنيا في المستشفى. لكن ان افري داي براكتس مفيش اسبرين بتوقف، الاسبرين ريفرسبل، واذا توقف هيتوقف فتره طويله كافله جدا ان هي تاذي البيشنت ده او تسبب مشاكل ليه، في حين ان مفيش ايفيدنس ان اي حاجه من الحاجات دي ممكن تعمل بليدنج تندنسي عاليه او بوست اوبرتيف بليدنج في خطوره. عشان بعض الناس بيهيئ لها ان يعني انه لا اصل الدكتوره قالت لنا ما فيش مشاكل والايفيدنس بيقول ما فيش مشاكل، فتشتغل وتخلع وتعمل كل نفسها فيه، وبعدين لما البيشنت يشتكي انه بقاله شويه الدم ما بيوقفش تبتدي تقول يا لهوي انا كان المفروض اوقفه، ونبتدي في حاله هستيريا كده. لا، ما هو كل حاجه في الدنيا ليها مانجمنت. ايه هي بقى المانجمنت بتاعت حضرتك؟ اللوكال ماتريس، يعني العيان العادي هخلع له وانا مطمن، لكن العيان ده هخلع له وانا لازم اعمل له لوكال ماتريس اللي هنتكلم عليها كلها في الاخر. الحاجه الثانيه برضو نوعيه الدنتال بروسيجر اللي انت بتختارها ما تكونش في اي بيشنت انا بعمله انا مش خايف، يعني الجايد لاينز بتقول لك اكستراكت اب تو 3 تيث انا مش خايف، لكن اوقات لما البليدنج يطول زياده عن اللزوم البيشنت يخاف، لان طبعا البيشنت عنده هيستوري او عنده مشاكل في السيوله، وياما ناس خوفته واللي بيعدي جنبه في الشارع بيقول له خلي بالك ده انت عندك دواء سيوله لما تروح لدكتور السنان خليه يوقف. فاحنا كلنا عندنا هذا التاريخ المجتمعي العظيم ان كلنا عندنا احساس ان الراجل ده لازم هينزف فهو خايف، وانت كمان رغم ان انت بتطبق الجايد لاينز خايف، انت عارف ان مفيش حاجه اسمها كده وان خلاص وكده، انت كمان خايف. فوانس ان الراجل ده رفع عليك السماعه مثلا كمان ساعتين ثلاثه قال لك يا دكتور انا هدومي كلها غرقانه دم، انا مش عارف اتكلم، انا مجرد ما شلت القطنه بعد الساعتين نافور الدم يا دكتور وانا هضيع، وانت كان لازم توقف لي الدواء، وانا كلمت بنت خاله مراتي وقالت لي كذا، ونبتدي بقى الدايلما دي. فبالتالي انت لازم يكون عندك يعني حته كده فيها بروفيشناليزم شويه كده، تبقى مدرك هتتعامل ازاي مع المريض ده. المريض ده لازم يفهم انه بياخد ادويه سيوله مش بونبوني، هو حد قال لك ان انت بتاخد حاجه تانية؟ والمريض ده برضو لازم يفهم ان انت جاي تعمل له اكستراكشن مش جاي تعمل حاجه تانية، ما انت عندك سيوله وانا هعمل اكستراكشن، فانت لازم تستخدم اللوكال ميجرز.
لازم تكتب الانستركشنز للمريض ده واضحه وصريحه، لان غالبا مرضى دي لما بتنزف مش بتنزف عشان دواء السيوله، ولكن هي بتلاقيها دايما عارف اللي هو عامل عامله، هو حاسس ان كان المفروض يتعمل له بريكوشنز ثانيه، هو حاسس ان كان المفروض دواء يتوقف، فكل شويه تلاقيه يقلب على القطنه. صدقوني اللي انا بقوله ده مش افتراضات، اللي انا بقوله ده بيتكتب في البيبرز وفي الايفيدنس باشكال اخرى. فيبتدي البيشنت يقلب كل شويه القطنه، يجيبها على كده يجيبها على الجنب ده، ومستني بقى ينزف عشان يعني ايه النبوءه بتاعته تصدق. فاهم حاجه في اللقطه دي للبيشنت اللي انا بقول لك مش هنوقف له الدواء وهنتعامل معه فقط لوكالي، البيشنت ايديوكيشن. انا هفهمه ان الموضوع كله لوكال، وان انا عملت لك احتياطات لوكال، انا مش سبتك، انا مش رميتك. وكمان افهمه فكره الانستراكشنز للعيانين دي بالذات تبقى مطبوعه باللغه العربيه، ما تتقالش بوقئي، ما تتقالش وهو عمال يقلب في القطنه وخايف من النزيف، لازم تتقال تتكتب بالتفاصيل، لان دايما هتبقى الغلطه جايه منين؟ انه ما التزمش بالتعليمات لان هو متوقع البليدنج تندنسي. فنونيد ان اي حاجه من الحاجات دي سواء الاسبرين بلس الدبريدامول، الاسبرين لوحده، الكولبيدوجريل، او المجموعه الاخيره بقى عندي اللي اتكلمنا عليها اللي هي اجراستات، او عيانين الايباكسيماب. العيانين دي خلي بالكو انلايكلي ان احنا نشوفها، بتوع الاجراستات والحاجات دي مش كتير ان احنا نشوفها. ليه؟ عشان ده بيتاخد ان هوسبيتال بيست، يعني يبقى العيان قاعد في المستشفى بيشتكي من داخل طوارئ، طبعا مايكارديال انفاركشن داخل الكلام ده، الحاجات دي بتتاخد له ممكن اي في وبتتاخد له اورال وكل حاجه، فصعب جدا ان انا اشوف الدرجه اللي هيبقى محجوز في المستشفى. اللهم الا والله طلبوني في التليفون وقالوا لي تعالى ده في حاله طوارئ عايزين نخلعه. واني واي برضه بنتكلم ان مفيش داعي انها تتوقف، والموضوع كله بيبقى تحت الكنترول بتاع المستشفى، فده عيان مش هيجي لك بسهوله زي ما انت فاكر. يبقى احنا اتفقنا على ايه؟ بس عشان ما يبقاش الكلام بيتقال فيه ادويه كتير وتتهم مني، اتفقت ان مفيش اي حاجه داعي ان انا اوقفه، وابقى فاهم كويس قوي فكره ان هو ريفرسبل، وابقى فاهم فكره اللوكال ميجرز والانستراكشنز. طيب الانتيكواجلنز، الانتيكواجلنز عندي ثلاثه جروبس مختلفه. عندي الهيبرين، ويعني الهيبرين ده فيه منه انواع كتيره، هتكلم منه على اهم نوعين رئيسيين يفرقوا معايا في العلاج. وعندي الشهير جدا السفاح اللي بقاله 50 سنه في السوق ما حدش عارف يستبدله، اللي هو الوارفرين او الكومارين او الكومادين، وارفرين. وعندي الدايركت انتيكواجيلانت اللي هي بيسموها النوفل انتيكواجيلانت بدائل الوارفرين الحديثه. طيب الحاجات دي هشوفها ازاي او مين اللي بياخدها؟ عشان برضو انا هتلاقوني مجمع لكم جدول كده مين البيشنت اللي بياخدها، انا المفروض اعمل ايه بعض الكونسيدريشن اللي لازم احطها في دماغي. الحاجات بتاعه الانتيكواجلنت هتلاقي مثلا حاجات الوارفرين زي ما قلت لكم، المجرم ده اللي بقاله 60 سنه متربع على عرش الانتيكواجلنت كده، الوارفرين، الماريفان، الكلام ده كله ممكن طبعا بيتاخد في حالات الكاردياك ديزيز، طبعا كاردياك اريزم واضطرابات القلب والكلام ده كله، بيتاخد في حالات الهيستوري للثرومبوسيس والديب فين ثرومبوسيس، ممكن يتاخد حاجات تانية زي النوفل انتيكواجلنت. فمين المشكله اللي عند الراجل ده بتبقى اكبر بكتير؟ مش معنى كده ان بتاع الانتي بليتليت مشاكله اقل، بس يعني بتبقى مشكله ميجر عند البيشنت ده، صعب ان احنا نلعب في الوارفرين. الوارفرين ده بقى يعني مشاكلي معاه كتيره جدا. ليه؟ ده ناتشرال اكستراكت بيتفاعل مع اللي بيعدي معاه، يعني عارفين لو عدى عليه كده حد في الشارع، البيشنت ياكل اي حاجه، ياخد اي دواء، يحصل معاه انتر اكشن ويزود الاكشن بتاعه. انا قلت لكم ان انا عندي طريقين مختلفين، انتي بليتلت وانتي كواجلنت. الانتي كواجلنت اللي هو بيأثر بشكل على الكواجليشن كاسكيد، سواء كان الانترنسنج والاكسترنسنج، مش عايز ادخلكم في الخناقه دي، لكن عايزك تفتكر ان زمان قلنا ان هدف الكواجليشن كاسكيد انه يوصل حاجه في الاخر اسمها البروثرومبين لثرومبين، واللي بدورها بتحول الفايبرينوجين لفايبرين. الفايبرين اللي هي الكلوت اللي في الاخر هتبقى ستيبل وهتوقف الجرح. فافتكر ان اي تحليل في الدنيا في كلمه ثرومبين، ثرومبوبلاستين، الكلام ده كله هو مرتبط بالانتي كواجيلنت وملوش دعوه بالانتي بليتليت ميديكيشن. الوارفرين قلنا تفاعلاته كتير. الحاجات اللي من اول هنا بقى، من اول الوارفرين هيبتدي يطلع لي انفستيجيشنز عايز ادور عليها واتكلم عليها، واشهر انفستيجيشن كلكم عارفينها الا وهي الاي ان ار، الانترناشنال نورماليزيشن ريشيو. علاقتها بمين؟ بتتعمل في حاله مين؟ بتتعمل في حاله الوارفرين والفيتامين كي ديفيشنسي وفقط، لا بتتعمل الانتي بليتليت ميديكيشن ولا بتتعمل لاخواته من الانتي كواجلنتس اللي هم الهيبرين والاورال انتي كواجلنتس الجديده او النوفال انتي كواجلنتس، عشان ما حدش يقول لي جيب سيره الاي ان ار الا في كده.
هي ما بتعملش غير في حاله الوارفرين او الناس اللي عندها فيتامين كي ديفيشنسي زي طبعا مين الهيباتايتس او الهيباتيك ديزيز. الهيبرين تعالوا بقى نشوف دي المجموعه، هرجع اوريكم الحاجات دي برده عشان تبقوا شايفينها. دي المجموعه بتاعه النوفل انتيكواجولنز. الهيبرين عندي مين اللي هو كليكسان، اللوفينوكس، الحاجات اللي هي بتتاخد سبكيوتينيوس موستلي موجوده بره المستشفى بالاشكال دي، ما بنشوفهاش غير بالابر الكليكسان الشهيره. الادويه النوفل انتيكواجولنز عندي منها تو جروبس رئيسيين، الدابيجاتران اللي هو البارادكسا في حته، والزريلتو والاليكوس في حته تانية اللي هو ريفوروكسابان والايبكسبان. طبعا يا دكتور هحفظ كل الحاجات دي كلها، يعني اتليست ابقى عارف، زريلتو مشهور جدا وبقى موجود في مصر، اتليست ابقى عارف التلات افكار الرئيسيه الايبكسبان الريفوروكسابان الدابيجاتران، وزي ما قلت لك في الاول وفي الاخر انا عندي ريفرنس. دول يقعوا تحت ايه عشان ما تتوهوش مني؟ انا كل ده بتكلم في الانتيكواجلانتس. طيب ما تيجوا بقى نمشي مع بعض كده نشوف مين تا البيشنت ده بياخد الحكايه دي وانا هعمل معاه ايه. الوارفرين طبعا ده اشهر حاجه تلاقيها، الماريفان الكومادين ده اشهر واحد هتلاقيه. البيشنت ده بياخده لممكن حاجه زي ما اتفقنا قبل كده، تلاقي البيشنت بياخده لكورونري ديزيز، هياخده لثرومبس، هياخده لكاردياك اريزما، هياخده للكلام ده. هدف الناس مركب ستنت، مركب دعامات، مركب الكلام ده كله، فعايز يحافظ على سيوله الدم. هدف الدكتور وهو بيكتب له الوارفرين انه يحافظ على الاي ان ار بتاعته في رينج معين. ليه؟ هو البيشنت ده يا اما مثلا تخيل معايا هو راجل عنده ضعف عضله القلب او مشكله في عضله القلب بتخليه مش قادر يضخ الدم بالطريقه المناسبه، فاحنا مش عايزين نصعب المهمه عليه، نسهلها في شكل ايه؟ ان احنا نزود السيوله بتاعه الدم، اقلل اللزوجه او ازود السيوله بتاعته فسهل عليه مهمته. نفس الحكايه لو الراجل ده عنده جلطات انا مش عايزها تقف في اماكن معينه، نفس الحكايه لو عنده صمامات انا عايزها اسهل المهمه على الصمام ده. وخلي بالكم لما اجي الدكتور بيكتب بيقول انا عايز الاي ان ار بتاعتي تبقى فرينج يناسب الحاله المرضيه للمريض، ودي نقطه مهمه قوي يا دكاتره لازم نخلي بالنا منها. فاغلب الحالات الرينج بتاع الاي ان ار اللي هو بنسميه ثيرابيوتيك دوز اللي دكتور البطن عايز يحافظ عليه او دكتور القلب او الجراح اللي عامله العمليه عايز يحافظ عليه بيبقى من 2 ل 3 3 ونص، 2 ل 3 ونص ده الرينج الكومن. فلا تتخيل في يوم من الايام ولا تصور لك اوهامك ان انت هتجيب الراجل ده وقبل ما تشتغل له دنتال بروسيجر هتخليه 1 ونص ولا 1، ده كلام اللي هو 1 اللي هو نورمال، 1 ونص من اللي نورمال. فاحنا الراجل ده عمره ما هيقل عن 2 ل 3 ونص، ده الرينج. والحمد لله ان ده الرينج اللي لقينا الايفيدنس بيقول لنا ان الدنتال بروسيجر فيه اغلبها ما فيهاش مشاكل خالص. الاكستراكشن سمبل دنتال بروسيجر، وطبعا هنتكلمش على الكونزرفتيف ورك، انا بتكلم على الحاجات اللي فيها سوفت تيشو مانيبيوليشن وفيها بليدنج سواء اكستراكشن سواء سب جنجيفال سكيلينج. فالحاجات دي كلها ما فيش مشاكل خالص ان انا اشتغل للعيان ده وهو بيلعب في الدوز دي. مش بس كده، انا عايز اقول لكم ان في بعض الصمامات الريكومنديشن بتاعتها واحنا بنسلمها للعيان بتصل ل 4.5 و5 اي ان ار. فلما تلاقي العيان كده ما تقولوش ايه ده يا نهار ابيض، لازم تبقى فاهم ان على حسب العلاج اللي هو او حسب التارجت بتاع الدكتور هنلاقي اغلب العيانين بيقعوا ل 3.5 بيقعوا ل 4 اوكي، لكن ممكن الاقي عيانين 4.5 و5 وساعتها برضو لازم اكلم الفيزيشن ونشوف هنعمل ايه. مش معنى كده ان الدكتور اللي شغله مش كويس ولا اي حاجه، لكن مثلا لما الاقي عيان 7 زي عيان شفته قبل كده لا ده كارثه، 7.5 ليه ان شاء الله؟ يعني ده ان كنترولد خالص. هدفي انا عرفت ان الحمد لله اغلب الشغل بتاعي ممكن يتنفذ من 2 ل 3.5. طيب لو كانت الدنيا اعلى من كده، او لو انا كنت رايح اعمل ميجر سيرجري زي لسه عاملين امبارح ويبينار في اتكلمنا فيه على عملت امبارح ويبينار على الامبلانت في الميديكال كومبرومايز بيشنت، واتكلمنا على موضوع ان انا مثلا لو هعمل مالتيبل امبلانتس او الكلام ده او عندي سيرجري ولقيت الدنيا عندي مثلا 3.5 4 4.5 فانا عايز اقلل شويه الاي ان ار دي. في تو بروتوكولز دلوقتي هتحصل لو انا شايف ان الاي ان ار عاليه على البروسيجر بتاعتي اللي انا مش بقول لك ان هي مش واحده من الماينر عشان بس ما حدش يجي يقول لي مثلا في اكستراكشن نروح نبهدل البيشنت طالما وذن رينج خلاص. في طريقين، الطريق الاولاني ان الراجل هيقلل الدوز بتاعه الوارفرين، والوارفرين عشان الدوز بتاعته تقل بياخد ممكن اب تو 5 دايز، وده مش الطريق الراجح لان ما حدش بيرضى يلعب في الدوز بتاعه الوارفرين، احنا بناخد سنين عشان نظبطها.
في ناس بتاخد شهور عشان تبقى منتظمة على الجرعة دي وما يحصلش مشاكل وكلام زي ده. وفي ناس وضعها الصحي ما يستحملش ان دوز الوارفرين تقل بالشكل ده ولا يوم ولا اتنين ولا عشرة، فده فكرة الديسكنتينويشن للميديكيشن عادة لا ترجحها الفيزيشن، تلاقي الفيزيشن ما بيتكلمش عليها كتير. الحاجة التانية الكومن جدا اللي هتلاقي اغلب الدكاترة اللي انتوا بتحولوا لهم بيعملوها، بيعملوا له هيبرين بريدجينج، بينقلوه على الهيبرين الفترة دي قبلها بيوم او اتنين ويكمل شغل الاسنان بتاعه ويفضل شغال على الهيبرين من 3 لـ5 ايام. الهيبرين بريدجينج ما بيقللش الاين اريا دكاترة، عشان ده تبقى بس فاهم، انت بتبقى متخيل ان انت كده الحمد لله ايه لما بعته للدكتور وعمل له هيبرين بريدجينج او نقله على الكليكسان ان انت كده ايه في الامان. لا، انت كده كل اللي عملته انك نقلته على دواء نقدر نتحكم فيه بشكل افضل، لان لو بيشنت بياخد الوارفرين وحصل له نزيف، الانتي دوت بتاع الوارفرين اللي هيوقف مفعوله هو فيتامين كي. فيتامين كي ممكن ياخد له 8 لـ12 لـ24 ساعة في بعض الأوقات عشان يشتغل. فالحل الوحيد لو بيشنت حصل له نزيف من جراحة، والحمد لله ان الحاجات دي مش منتشرة خالص عندنا في الأسنان، لو حصل له نزيف ان احنا ننقل له دم. طيب في ناس هتخرج تقول لي طب يا دكتورة ما ندي البيشنت بتاع الوارفرين فيتامين كي بروفلاكتيك قبل الخلع. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، الفيتامين كي ده هيبهدل الدنيا للوارفرين اللي احنا ما صدقنا ظبطناه. ولكن ممكن ادي فيتامين كي بروفلاكتيك في حاله الناس اللي عندها هيباتيك ديزيز، اللي عندهم اصلا فيتامين كي ديفيشنسي، مش اللي بياخد وارفرين. ده مش ريكومندد، ده مش بروتوكول ريكومندد، ومالكش دعوه بسيستميك ميجرز. افتكروا دايما كده وانت بتتعامل مع الانتي كواجلنت والانتي بليتليت ان السيستميك ميجرز مش في صالحك، ما تروحش تدي حقن معينه، ما تروحش تدي حقن فيتامين كي، ما تروحش تدي حقن كابرون. انا شايفه ان السيستميك ميجرز، مش انا بس يعني ايفيدنس، شايف ان السيستميك ميجرز ملهاش لازمه، خليك في اللوكال، وبالعكس السيستميك ممكن تضر البيشنت. فالهيبرين برينجينج نقلوا على الهيبرين ان لو حصل اي مشكله مع الهيبرين نقدر نعكس مفعوله بالبروتامين سلفيت، ودي مش حاجه كومن، دي برضو مش حاجه كومن. وكلنا نيجي نبقى مطمنين بعد الهيبرين برينجينج ونشتغل ونتفاجئ ان الدنيا بقت كويسه، فده اكبر دليل ان الدنتال بروسيجر بتاعتك مالها، بالاول كانت سيف بس انا فقط عملت احتياطاتي. يبقى انا ممكن اتوقع الديسكونتينويشن، وانا قلت لكم ان ده رير جدا، مفيش دكتور بيرضى يعمله لو بيفهم يعني ميلي، وممكن يعمل له البريدجنج، او ممكن يعمل حاجات الديسكونتينويشن دي في بعض المشاكل الكبيره بقى، مريض محجوز في مستشفى لاذاب معينه، مدخلينه جراحات كبيره، خايفين من البليدنج نزيف داخلي خفيف، الحاجات دي كلها ممكن نفكر بقى. لكن بالنسبه لك انت الهيبرين بريدجنج موستلي، وزي ما قلنا الدوز بتاعتنا اللي نشار فيها من 2 لـ3.5. طيب ايه الكونسيدريشن الثانيه اللي ممكن افكر فيها وانا بتعامل مع الوارفرين؟ عشان قلت لكم ان لازم اخلي بالي ان بعض الانتراكشن ده دواء بيتفاعل مع كل حاجه في الدنيا. لو جينا رتبنا التفاعل معاه بالنسبه للانتيبايوتكس اللي احنا بنكتبها، لو جينا رتبنا كده ايه الترتيب بتاعها، البوب اللي بيتفاعل معاه الميترونيدازول، فالميترونيدازول يكاد يكون ابسوليوت كونترا انديكيشن للناس اللي بتاخد وارفرين، يلي الاريثرومايس، يلي التتراسايكل، يلي الاموكساسيلين، يلي الكليندامايس. طب معنى كده يا دكتوره ان اقل واحد في التفاعل معاه اللي بيزود الاي ان ار لما يتفاعل مع الوارفرين هو الكليندامايس. الحقيقه ان الناس كلها بتقول ان الاموكساسيلين ممكن يستخدم والكليندامايس ممكن يستخدم، ده اقل تفاعل. لكن الحاجه اللي اقول لك ما تجيبش سيرتها خالص مع الناس دي المترونيدازول. مش بس كده، الانتي فانجل اللي هي مجموعه الازولز، الكيتوكينازول، الميكونازول، الحاجات دي كلها يستحسن ما تستخدمش مع الناس دي، لا توبيكال ولا سيستميك، وخاصه لو الراجل ده لاين نار بتاعه متبهدل جامد، يعني مش ناقصه هي بهدله. لا توبيكال ولا سيستميك استخدم مجموعه الازولز كانتي فانجل. طيب ايه تاني؟ اخلي بالي وانا بستخدم النون ستيرويدال. النون ستيرويدال دي بخلي بالي وانا بستخدمها مع الانتي كواجلنت، وبخلي بالي وانا بستخدمها مع مين؟ مع الانتي بليتليت. بصوا هتلاقوني كاتباها في الاثنين. ليه؟ مع الانتي بليتليت هو الاسبرين ده ما هو الا ايه؟ ما هو الا نزايتس. فمع الانتي بليتليت تبص تلاقيها بالذات الاسبرين بالذات، تبص تلاقي حاجه زي الايبوبروفين، حاجه زي الكاتافلام، بس يمكن الايبوبروفين ليه افكت اكتر. تعمل ايه؟ تقف مكانه ولا تفعل مفعوله. يعني هي هتقف مكانه، مكان الريسبتور اللي هو واقف عليه في البليتليت. فطب انت هتعملي الشغل بتاعه؟ لا مش هعمل الشغل بتاعه، انا جايه ايه؟ انا جايه انكد عليكم كده خلاص. فتعرض البني ادم ده للجلطات. طب يعني يا دكتوره عشان بس انا بشوفكم بتمسكوا التكست او بتمسكوا المعلومه بحذافيرها،
يعني دكتوره انا مثلا مريض عنده بين سيفير ما اكتبلوش على نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري؟ لا، بس ويث كوشن، يعني اكتبه وعارف ان انا هوقفه مثلا كمان 3 ايام، ابقى مظبط الجرعات بتاعتي بحيث يوم ما اعرف اسحبه يكون البيشنت اتحسن، اعرف ادخل معاه عوامل تانية. وانا مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده لان ده قصه لوحده، اللي هو البريسكريبشن بتاع الانالجيسكس، ادخل معاه حاجه زي الباراسيتامول وانا شغاله معاه عشان اقلل الايفكت بتاعه. نفس الكلام على الوارفرين، لو قلنا من حيث الامان، من حيث الامان والله الوارفرين امل له ان انا استخدم الباراسيتامول، مع انه على فكره بيتفاعل مع المارفر اللي هو الاسيتامينوفين، بس برضه هو الاكثر امانا. طب انا محتاج نونسترويدال، لازم. ازاي يعني واحد مثلا دخل جراحه معينه وعنده سيفير بين، مودريت تو سيفير بين، وما كتبلوش نونسترويدال از ان انتي انفلاماتوري؟ هكتبه بس خلي بالي منه وابقى عارف انه بيافكت ولمه بسرعه. طيب ننقل على الانتي كوجلنت الثاني، مين؟ الهيبرين. الهيبرين فيه منه تو تايبس رئيسيين، اللي هو الانفراكشند هيبرين اللي بيتاخد في المستشفيات، ده لازم يتعمل له مونيتور جوه المستشفى، ما ينفعش العيان يبقى واخده وماشي بيه في الشارع او ياخده في بيته خلاص، وده مش هسوق مش هشوف، ده واحد قاعد محجوز في المستشفى. بس برضو ممكن نشوف النوعيه دي في بعض الاوقات مع الناس بتوع مين، بتوع رينال دياليسيس اللي بيغسلوا كلى. ايه لطيف في الموضوع ده ان الايفكت بتاعه الهاف لايف بتاعته من ساعه لساعتين، فاحنا نقدر نشتغل دنتال بروسيجر مفيش مشاكل فيها خالص بعد ما يعدي الوقت بتاعه. ريكومنديشن اغلبها بتقول لك من 4 ل 6 ساعات بعد الانجكشن، من 4 ل 6 ساعات بعد ما ياخد الهيبرين اقدر اشتغل وانا مطمنه. وزي اي انت بلاد ثينرز لوكال ميجرز في جيبك، عامل حسابك على اللوكال ميجرز للعيان دي اللي انا هتكلم عليها ان شاء الله في اخر البلاد ثينرز. النوع الثاني اللي هو السينثيتك، امثلته الشهيره زي السينثيتك او بنسميه اللي هو اللو مولكولر ويت هيبرين، زي الكليكسان والحاجات دي كلها، النوع ده بيتاخد بره المستشفى. بس خلي بالك الوارفرين دواء تتسند عليه، دواء الناس تقدر تاخده تمانج بيه حالات كرونيك سنه واثنين وثلاثه وعشره. الهيبرين مش دواء الناس تقدر تاخده بصفه مستمره، فدايما لو شفت عيان بره المستشفى بياخد هيبرين اوكي، يعني ما بيتحجزش في المستشفى كل يوم والتاني زي بتاع رينال دياليسيس، او مش قاعد اصلا في المستشفى، العيان ده هيبقى محقوليل قوي. صعب ان انا اشوف عيان بيجي لي بياخد كليكسان فور لايف، ما فيش حاجه اسمها كده، لكن اشوفه بياخده لفتره مؤقته زي الناس اللي عامله مثلا نير ريبليسمنت او هاب ريبليسمنت اوكي، ابص الاقيها تاخد الدواء ده من 3 ل 6 شهور واوقات فترات اقل. فلو اي بروسيجر ممكن تتاجل ال 3 شهور دول او 6 شهور دول يبقى كويس جدا. طب البروسيجر دي ما ينفعش تتأجل؟ برضو ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة، لأن إحنا نقدر إن إحنا نشتغل برضو بعد الأربع لست ساعات اللي بناخد فيها حقنة الكليكسان ده. وفي بعض الأوقات يا سيدي لو أنت داخل جراحة كبيرة وميجر سيرجري ولا أي حاجة، ممكن نعمل ديسكنتينويشن للدواء ده ليوم ولا اتنين، بس مش أنت اللي تعملها. يبقى الأوبشنز عندي في موضوع الهيبرين، يا حاجة جوه المستشفى قلت لك مش هتشوفها، وستيل الدواء ده اللايف تايم بتاعه قليلة جدا، أقدر أشتغل بعديها أربع ساعات. طب النوع الثاني ممكن اشوفه في حالات ايه؟ في حالات مثلا الريبليسمنت للهابس او النيز او الكلام ده كله، وزي ما اتفقنا النوع ده برده ما فيش مشاكل بشتغل وانا مطمن، لان برده مدته قصيره جدا، مفعوله قصير شورت ديوريشن. او لو انا في ميجر سيرجري يا سيدي وداخل وزي ما قلت لك دي هتبقى في مستشفى هم هيظبطوها، من يوم الاثنين ممكن اعمل ديسكنتينويشن. طيب احنا قلنا كم نوع انتي كاجلنت، قلنا جروب رئيسي اللي هو طبعا الوارفرين في كفه لوحده مشاكله كتير، وجروب تاني اللي هو الهيبرين ومالوش اي انفستيجيشن مهمه ان انا اعملها اوكي، وما بيظهرش في الاي ان ار عشان تريحوا دماغكم في موضوع الاي ان ار. وجروب التالت اللي هم النوفل انتي كواجلانتس اللي بيسوق لهم ان هم البديل الافضل. ليه؟ بيقولوا فيكس الدوز، ما انتش محتاج كل شويه تغير الجرعه زي الوارفرين. بيقولوا ما بيتفاعلش مع حاجات كتيره خالص، تفاعلاته قليله. طيب النوعين دول في منهم حاجتين رئيسيين، يعني اشهرهم في النوع الاولاني اللي هو بنسميه دايركت ثرومبين انهيبيترز اللي هو الدابيجاتران، والنوعين التانيين اللي احنا لسه قايلينهم اللي هم الزرالتو والاليكوس اللي هو ريفوركسابان والايبكسبان. في انفستيجيشن تتعمل لهم ما بيطلعوش في الاي ان ار للاسف، وده عيب لاني ما بقدرش اعمل لهم مونيتورنج. دكاتره كتير اصلا من دكاتره البطنه ما ترضاش تكتبها عشان موضوع المونيتورنج مش سهل، موضوع المونيتورنج مش سهل، محتاج بقى ان انا اعمل تحاليل تاني. الحاجة التانية ان مفيش اي evidence ان الحاجات دي بيحصل لها اي مشكلة مع الدنتال تريتمنت. وليه برضو؟ عشان تاني short duration، احنا بنتكلم ان الحاجات دي من ساعتين لتلاتة هتبقى كأن شيئا لم يكن. فالrecommendation كلها اغلب الجادلاينز واغلب البروتوكولز تقولك لو جالك عيان وانت هتعمله حاجة من الحاجات دي، لو اشتغلت بعديها من 4 ل 6 ساعات مفيش مشكلة، ولو وقعت
جرعه، لو هو بياخد جرعه واحده في اليوم بلاش ياخدها النهارده، ومش انت اللي تقول طبعا الدكتور بتاعه ما فيش مشكله اوكي، ولو بياخد جرعتين في اليوم وقع له جرعه، يعني من 4 ل 6 ساعات، ده بعض الريكومنديشن تقول لك ما فيهاش مشاكل خالص. ريكومنديشن ثانيه تقول لك يا سيدي لو انت مقلق من البروسيجر بتاعتك وهتعمل كده كده لوكال ماجز، وهو بياخد الدواء بتاعه مره واحده في اليوم يبقى يشتغل بعديها من 4 ل 6 ساعات. طب لو بياخد الدواء مرتين في اليوم لا، يبقى هنوقع واحده منهم والتانية تبقى بعد الخلع ب 4 ل 6 ساعات. فمشاكلها حتى الان بيقولوا انها اقل بكتير جدا من مين، من الوارفرين. في بعض الناس دايما بتسالني طب يا دكتوره انا بسمع عن ده وعن ده، امتى اعمل التحليل؟ انت مش مطلوب منك غير الاي ان ار اللي ممكن تعمله. على فكره في اجهزه دلوقتي بتحلل الاي ان ار زي جهاز السكر زي الجلوكوزميتر اوكي، ممكن نجيبها في العياده. بس يعني انا شايف انها تو ماتش، انت بتحتاج التحليل بتاعك within 24 hours within 48 hours 72 hours من الاكستراكشن كويس جدا، واحسن حل تعمله يومها. طيب اي تحليل تانية ليها لازمه؟ حاجه زي البي تي، حاجه زي الاي بي تي تي؟ لا، الكلام ده لما نيجي بقى ايه، انا داخل ميجر سيرجري معينه، الراجل ده قاعد على الهيبرين محجوز في مستشفى اصلا بقاله شهر واثنين وثلاثه وبياخد هيبرين، واحنا عايزين نشوف الدنيا ومدخلينه جراحه تانية، فالقصه دي مش قصتك ان دنتال فيد. طب يا دكتوره مقيس له البليدنج تايم؟ البليدنج تايم ما بيبقاش برولونجد غير في حالات الانتي بليتلت، ومش هتفرق معايا وود هيلب ان انا اعرف هو برولونجد ولا لا. بني ادم الطبيعي بيتعور بيفضل ينزف من دقيقتين لتسعة أو من دقيقتين لاثناشر. طيب هل أنا يعني هيفرق معايا إذا كان هو زاد شوية في حالات الأنتي بليتلت لستاشر دقيقة أو عشرين دقيقة؟ لا مش هيفرق معايا الكلام ده، مش هيفرق معايا في حاجة. هل هيغير المانجمنت بتاع البيشنت؟ لا، ما أنا اتفقت معاكم إن أنا مش هوقف حاجة. فبالتالي ما تشغلش نفسك بحاجات مش المفروض تشغل نفسك بيها، دي مش حاجة هتعملها every day في الدنتال براكتس. أنا قلت لكم لازم قبل ما هختم الجزء بتاع البلاد ثينرز هتكلم على مين، على ايه اللوكال ميجرز اللي لازم تكون عندي في العياده وانا بتعامل مع الناس دي. السيرجيكال اوكسايد سيلولوز زي الشاش كده ونشفه بتتحط عندي في سوكت، الجيلاتين سبونج اوكي اللي هي الجيل فوم، حاجات كويسه جدا، الكالتوستات، الفيريك سلفيت اللي قلب الدنيا على عند بتوع البيدو برضو قلب الدنيا عندنا طبعا از هيموستاتيك ايجنت برضو كويس جدا، وممكن يبقى عندي في العياده يتحط على القطنه يتحط عند السوكت. الكابرون اللي انا 100 مره بقول ما نكتبلوش، اللي هو الترانزاميك اسيد 100 مره ما نكتبوش ابدا سيستميك، انت ما تعرفش الكومبليكيشن بتاعته از سيستميك ايه، الافضل ان احنا نتعامل مع توبيك، وكل الدنيا بتريكومند ان شغل توبيك بره موجود منه ماوث ووش. احنا ازمتنا ان الكابرون ما بقاش، كان زمان بينزل الترانزاميك اسيد ما بقاش بينزل، فلكن الميزه ان احنا نقدر نستخدم الكربول دي او الامبول دي سوري، نقدر نستخدمها بالتوبيك، يعني حطها على القطنه تحطها على الشاش تحطها على اكسس اللوز ليه افكت يشتغل توبيكال كويس جدا. وحتى بيعملوها دايما في الانتيريور والبوستيريور نيزل باك بيحطوا فيها الكبروم بشكل توبيكال، فانت كمان تقدر تستخدمه وتستفيد منه توبيكال، ده ليه ايفيدنس معقول نوعا ما جدا كتوبيكال. زي ما اتفقنا الفيتامين كي حاجة تانية مختلفة عن الكابرون، عشان بس أنا برضو لقيت ناس كتير عندها كونفليكت في الحتة دي. فيتامين كي إن أنا أدي حقن فيتامين بي بفلاكتيك لبيشن بياخد بلاد ثينرز مش حاجة ريكومندد ومش حاجة ليها لازمة، بالعكس هتلخبط الدنيا للبيشنت. فتسامي طب كده زي ما اتفقنا أهم حاجة الهيستوري، البيشنت بياخد الدواء ده ليه، البيشنت بياخد لأن في زي ما أنتوا شفتوا مثلا في بعض الجرعات لما بلاقي البيشنت بياخد جرعتين ممكن أعمل حسابي إن هو هيوقع جرعة، فبقى عارف إمتى مواعيد جرعاته، ده كلام مهم بالنسبة لي عشان برضو كل ده اعرف اظبطه مع الفيزيشن بتاعه لما احتاج. اللوكال ميجرز اولى بكتير جدا. الحاجه اللي عمري ما هعملها اني لا هوقف ادويه لا من نفسي ولا وبعدين دي نقطه احب اتكلم فيها. في ناس بتقول لي طب انا دكتوره الدكتور اللي جنبي اصلا هو اللي وقف له الاسبرين، وانت بتقولي ما فيش حد يوقف الاسبرين. ما هو يا جماعه زي ما في دكاتره اسنان مش شاطرين في دكاتره بشري مش شاطرين، عادي جدا بيعملوا حاجات غلط بيعملوا حاجات مش صح، فحاجاته قديمه كلامه قديم. طب راجل وقف الاسبرين للعيان اعمل انا ايه؟ انت دورك ان انت دايما تدي البيست ايفيدنس للبيشنت اوكي، مش خناقه بس هي ببساطه شديده انا دايما اريكومند للبيشنت اكتر من دكتور ياخد رايهم، ودايما بيبقى لي الليج بتاعتي كده في بعض الحاجات ده اللي بثق في رايهم، لان في الاول وفي الاخر لما يحصل للبيشنت مشكله مش هيقول الدكتور خد براي الدكتور، هيقول برضو انا كنت قاعد على الدنتال شير عندك، يعني مش هقول الدنتست او انت سمعت الدكتور البشري يعني، لا هيجيبها فيك انت لان انت كنت كان قاعد على الكرسي بتاعك انت، تهمة لبسك لبسك. وغير كده بعيدا بقى عنها لبسك ومش ملبسك، يعني ترايت يعني انت تحسن المستوى دايما العياده ان انت دايما تبقى عندك الترناتيف للدكاتره اللي بتتعامل معاهم، ودايما في كوميونيكيشن بالتليفون على الاقل. فده مش هيحصل لما يبقى لك زي الليك كده. انا عارفه ان ده وقت مش سهل، بيشنت يقول لك انا مش عايز اغير الدكتور بتاعي، بس اتليست يو هاف تو تراي،
فكره ان هو جاي لي بالدكتور بتاعي وعلقها في رقبه عالم واطلع منها سالم، للاسف مش هتنفع، مش هتنفع كتير زي ما انت يعني فاكر. وزي ما قلت لكم قبل ما اخلص الحته بتاعت البلاثرا وندخل على موضوع البيسفوسفونات، انا ما كنتش بتكلم في الكلام ده زمان، بس من كتر ما بقيت الاقي العيانين بتاخده، انتوا عارفين في عيانين بقى لطاف كده بيروح الجيم ومش عارفه ايه وكده، وبتاخد انتي اوكسيدنتس ويعني عندها هيلثي لايف وكذا، فظهرت منتجات لطيفه عندنا. مثلا تلاقي تقول لك انا باخد ايه سبلمنتس الجارليك، الجينسينج، الفيش اويل، تشاينيز بلاك فانجس، الكمون، الكمون اللي هو الكمون بس هما بيحبوا يدلعوه كمون، في البرايم روز اويل اللي انت شايفين الايفنينج برايم روز اويل ده اللي انا مش عارفه هو ايه اساسا، الجريب سيد اكستراكت، الميلك ثيسل اللي يقول لك الشوك بتاع اللبن، الاوميجا 3، فيتامين سي وفيتامين اي، الترميريك اللي هو الترميريك اللي هو الكركم، شفته الكركم، الحاجات دي كلها بقت موجوده والناس بقت بتجيبها يعني اوفر ذا كاونتر، الحاجات دي مش بياخدوها بوصفه ولا اي حاجه، ده بيروح يسحبوها من اي حته، والحاجات دي بتزود كل الليسته اللي انا قلتها دي، بتزود البليدنج تندسي. فنيجي نخلع للبيشنت نلاقي عنده بليدنج تندنسي، يجي نعمل سب جنجيفال سكيلينج نلاقي مش مبطل دم بقاله كام يوم، وانت ما تبقاش فاهم الحكايه فيها ايه. فاي حاجه مش لازم تبقى يعني مش لازم تبقى حاجه وصفه او بريسكريبشن. انا لو منك دايما هسال عيني لو بياخدوا اي حاجه من نفسهم، وكنت فاكره الاجانب بيافوروا في الحته دي لحد ما بقيت اشوف مصريين فعلا كتير بتاخد الحاجات دي وهي فاكره انها دايما مثلا بتشغل شعرها بتاخد لكذا ومنتظم عليها بقالها سنه واتنين وتلاته، فالإفكت بيبقى مش لطيف عندنا شوية. أي نعم مش حاجة تو سيريس، بس ممكن تقلقك وتقلق البيشنت. مش عارفة أنتم معايا بقى ولا نمتوا، مش عايزين نطول عليكم. تعالوا ندخل بقى على مين؟ على البيسفوسفونات. عندنا مجموعة كده يعني قلبت الدنيا بقى لنا عمالين 10 سنين نتكلم على الموضوع ده، بتأثر على البون، بتستخدم عندي لأسباب كتيرة هنتكلم عليها النهاردة، بتأثر على البون، على الفورميشن بتاع الاوستيكلاستيك اكتيفيتي ميلي بتاعت البون، ده حتى الآن احنا اللي فاهمينه عندها. وابتدينا نلاحظ دايما ان ليها علاقة بشغلنا. ليه؟ الماندبل والمكسلة عظام مميزة جدا. ليه؟ هو مين في أسنان غيرنا؟ ده انت عندك باثوي طازة للجسم مفتوح من غير أي حادثة ومن غير أي حاجة، أسنة تمثل هذا الباثوي، فبالتالي المندبل والمكسلة يعني مشاكلهم كتير. عشان كده ابتدينا نتكلم على موضوع الاوستيونيكروزس او الكيمو اوستيونيكروزس او الميديكيشن ريليتد اوستيونيكروزس اللي بيحصل في الجو بسبب حاجة شهيرة جدا زي البيسفوسفونات. الأدوية دي بتتاخد لإيه وما هي الاوستيونيكروزس اللي بتحصل نتيجتها؟ بتتاخد طبعا في حالات الماليجنسيز لان هي بتحجم الميتاسيسز، بتتاخد في حالات زي المالتيبل مايلوما، بتتاخد في حاجات زي الاوستيوبروسيس هشاشه العظام، بتتاخد في حالات زي الباجيت ديزيز بون ديزيز طبعا لان البينه بتشتغل على البون، يبقى هتتاخد في الحاجات دي. اغلب البيشنت ومن الحاجات اللي انا قلتها دي نقدر نعرف السيفيريتي، يعني لما الاقي بيشنت لما الاقي دواء مين اللي بيتاخد ليه الاوستيوبروسيس بطمن شويه من ناحيته زي الدنسوماب. الدنسوماب ده دواء شهير جدا، الحقنه بتاعت كل 6 شهور اللي بياخدوها بتوع الهشاشه والاوستيوبروسيس، دي من الادويه الانتي ريزوربتيف او من الادويه اللي بتافكت على البون وممكن تعمل عندي ايه، ممكن تعمل اوستيونيكروزس في العظام وممكن تعمل حاجات تانية هقول لكم عليها كمان شويه. ايه نوع الادويه التاني اللي موجود؟ طبعا البيسوسونيت اللي لسه كنا متكلمين عليها، الدرونيك اسيد، الدرينيت، زولدرانيك، اي حاجه اخرها نيت، الكلام ده كله. طبعا زي ما قلت لكم انا مش مجرد بحفظ الاسم الماركتنج زي زوميتا مثلا او كده، لا انا بيبقى عندي ريفرنسز. فدي مجموعه تانيه من الانتي ريزورتيف اللي بتشتغل على العظم واللي انا خايفه منها. مجموعتين تانيين هلاقي المرضى دول بياخدوهم، يعني الاقي بتاع البيسوسونيت بياخد حاجات تانية بالإضافة للبيسفوسفونات اللي هو بياخدها، حاجة زي الأفاستين ده مشهور جدا، هو أنتي أنجيوجينيك. أنتي أنجيوجينيك عشان بس تبقوا فاهمين الكلمة المكلكعة دي، المفروض إن إحنا عندنا بروسس بتحصل هي الأنجيوجينيسيز اللي هي تكوين البلود فيسلز والحاجات دي، فإحنا لما نيجي نقلل الميتاستاسيز إحنا زي ما تقول كده إيه بنوقف الإمدادات كلها، فنيجي ندي حاجة زي الأنتي أنجيوجينيك ميديكيشن عشان توقف عملية الأنجيوجينيسيز أو البلود فيسلز أو الكلام ده. فألاقي العيان بياخدها مع البيسوسفونات، وبرضه ألاقي العيان بياخد جلوكوكورتيكويد. يبقى أنا عشان نتكلم في الدايلاما دي
انا عندي اربع ادويه لازم ابقى وير بيهم مجرد ما اسمع كلمه بيسفوسفونيت، مجرد ما اسمع ان العيان عنده هشاشه، عنده هيستوري اوف مالجنسي ميتاستاسيس مالتيبل مايلوما باجيت ديزيز بون ديزيز وبياخد ادويه، واول ما لمحت البيسفوسفونيت لازم اركز هو بياخد حاجه من الحاجات دي معاها ولا لا، بياخد معاها انتي انجيوجينيك دراجز زي الافاستين، بياخد حاجه زي الجلوكوكورتيكويد معاها لان ده هيزود المشاكل عندي ولازم اعرفها، ولا العيان بياخد حاجه زي الدنسوماب ودي حاجه خفيفه وبتتاخد لوحدها، او ارحم من نوم الحقنه بتاعه كل كام شهر اللي بياخدها عيان الهشاشه او عيانه الاوستيوبروسس. انا خايف من ايه لما بشوف الادويه دي؟ الشكل البون نيكروزس او ان يبقى عندي بير بون ظاهر، ده مش شكل حصري على المرنج او مش شكل حصري على البيسفوسفونات، ده ممكن نشوفه لو العيان عنده راديو ثيرابي، وكلكم عارفين بتاع الراديو ثيرابي، بس يمكن ناس كتير بتنسى حكايه الكيمو نيكروزس دي. فلو واحد مش واخد راديو ثيرابي، واحد ما عندوش هيستوري لماليجنانسي لان الماليجنانسي ممكن يعمل مشاكل لوحدها بغض النظر عن التريتمنت بتاعه، لو ما عندوش اي هيستوري الانفكشن لان المنظر ده ممكن نشوفه بس مش بالشكل ده، بس ممكن نشوف حالات الاوستيومايلايتس. واحد خلع بقاله 8 اسابيع، واحد عنده المنظر بتاع حتى without extraction نبص اللي حصل له البير بون ده وما عندوش هيستوري للريديو ثيرابي ولا لغيره، مجرد ما عدى عليه الوقت ده بالمنظر اللي احنا شايفينه بنون هيلينج سوكت او بالبير بون صنفنا ان هو مين، ان هو المرنج ميديكيشن ريليتد اوستيومايكروزس. بصوا ممكن تبتدي بناين ازاي، يعني بصوا المنظر هنا عامل ازاي، شوف الشكل ده، ده شكل للمرنج. ودي حاجه بقى اللي بتخليني اكلمكم بقى على الموضوع التاني، هو زي ما بيعمل في البون نكروزس اوكي، لان هو طبعا بيوقف الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، ودي مش حاجه حلوه زي ما انت فاكر، دي مش حاجه حلوه، البون بيبقى السبلاي بتاعه مش قد كده والبون بيبقى عنده لايبيليتي عاليه للنكروزس. فمن ناحيه تانية برضه عشان ما ادخلكوش في حاجات مكلكعه كتير، من ناحيه كان زي ما بيعمل في البون نكروزس هيعمل في السوفت تيشو ألسريشن. فالأورال مانيفستيشنز برضو اللي ممكن أشوفها للعيانين اللي بياخدوا الحاجات دي، أنا ممكن أشوف عندي نون هيلينج سوكت، ممكن أشوف عندي بير بون، ممكن أشوف ميكوزا الألسريش مرتبطة بمين، بالبيسفوسفونيت. ودايما عيان البيسفوسفونيت زي ما بقول لكم ممكن يكون بياخدها الحاجة زي المالينانسي، فتبص تلاقيه بياخد معها أدوية تانية، تبص تلاقيه بياخد أنواع كيموثيرابيوتكس تانية، تبص تلاقيه بياخد معها جلوكوكورتيكويد، فالحاجات دي أصلا بتسبرس الإميونيتي، فتبص تلاقيه يطلع عليه برضو أورال ألسريشن، يطلع معاه بيبقى عنده liability للإنفكشن. فدي حاجات ممكن نشوفها في الناس اللي بتاخد الكلام ده. طب أنا دوري إيه في الموضوع ده؟ دورنا أن حضرتك بتعمل soft وبون manipulation، هو مين غيرك؟ زي ما بقولك السنة هي pathway للبون اللي نفسه يعمل له نيكروز، يعني هو أصلاً قاعد مستني النيكروز. فطبعاً الدنتو alveolar surgery considered as an important risk للمرونج للmedication related osteonecrosis، إن أنا أعمل extraction، إن أنا أعمل surgery، إن أنا أرفع flap، even dental trauma، dental trauma including حاجه زي ال fitting denture appliance مش مظبوط طول الوقت بيعمل irritation ممكن يخلي الراجل ده يحصل له نيكروزس. بس عشان ما نبقاش احنا مظلومين قوي وتحسوا ان احنا شريرين، لازم تبقى عارف ان او البيشنت المفروض يبقى عارف وانس ان هو خد حاجه زي البيسفوسفونيت او حاجه زي الانتي ريزوبتيف تريتمنت والانتي انجيوجينيك تريتمنت، يبقى عارف ان عنده ريسك للنيكروزس with or without dental consideration او dental treatment. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يحصله spontaneous necrosis، يعني ممكن يا دكتورة واحد يصحى من النوم يلاقي نفسه البون بتاعه ابتدى يكشف، وانا ماليش دعوه، وانا ماليش دعوه، عشان بس تبقوا متخيلين ان بيك ولا من غيرك ممكن تحصل. فالعيان لازم يبقى فاهم الكونسبت ده، spontaneous بيحصل في الناس الايدنشلس عادي جدا وما عندهمش ولا سنه اصلا. عندنا كمان دور مهم تاني، يعني في evidence صغير كده بيقول لك ان ايه، ان الدنتال انفكشن لما بتتعالجش زي البيرادونتال ديزيز ممكن تزود الريسك بتاع المرونج. يعني برضو مش معنى ان الراجل بياخد بيسفوسفونات ان احنا نرميه في الشارع ونقول له بص انت مش هنقرب منك خالص عشان احنا خايفين عليك ان يحصل لك اوستيونيكروز. ما هو خلي بالك، ما هو الانتريتد انفكشن مش حل، ما ينفعش اسيب بيشنت بانفكشن واقول اصل انت ايه، اصل انت عندك نيكروزس. طالما عنده انفكشن لازم تتعالج، لان في ايفيدنس بيقول لنا، في كلام كتير بيتكلم ان الدنتال انفكشن بتساعد على حدوث النيكروز. طيب دور ايه كمان؟ خلي بالك ان الزوماتا الامتصاص بتاعه بيحصل فيه مشاكل ببعض الحاجات زي الاسبرين، وخلي بالك ان برضو استخدام النون استيرويد الانتي انفلاماتوري لما تيجي تديله مسكنات تخلي بالك انها تزود الريسك جدا ان يحصل له جي اي تي ألسريشن وبابتيك ألسر. يعني ده موضوع حيوي جدا، يعني ما نكتبوش، على قد ما تقدر تقلل استخدام النون استيرويد للبيشنت ده عشان انت بتتفاعل مع الزوماتا باشكال مش لطيفه، الالدرونيت والزولدرونيك اسيد.
طيب هل الكلام ده دكتورة سهل ان هو يحصل؟ بصوا، هو الكونديشن دي عادة بنقول عليها كلمة رير، بس من كتر ما الواحد بقى بيشوفها في الكوميونتي بتاعه، يعني انا كواحدة ناس بتبعت لي حالات والناس بتنزل حالات والناس كذا، والحالات دي على فكرة should be treated طبعا by maxillofacial surgery قولا واحدا، maxillofacial surgery قولا واحدا يعني، بس بقيت شايف ان الموضوع لازم نقوله، يبقى كده الناس مش عارفة الحكاية فيها ايه، ولما نشوفه كتير يبقى الدكاترة ما عندهاش awareness بيه. فتيجي مثلا السيستم البريتش، يعني انا حاطه لكم النسب بتاعه حدوث وبتاعه السيستم البريتش في جنب والسيستم الامريكان في جنب، مش فرق كتير. البريتش يجي يقول لك ان مثلا نسبته للناس اللي بتاخدوا العلاج الكانسر، وهقول لكم ايه الفرق، لان يعني طبعا الطريقه والدوز والديوريشن بتاعه حد بياخدوا الكانسر غير واحد بياخدوا الهشاشه. فيقول لك ان الناس اللي بتاخدوا العلاج الكانسر النسبه بنتكلم في 12%، بنتكلم في 1200 حاله في العشر، من 0 ل 1200 حاله في ال 10000، يعني 12% للناس دي. في حين ان النظام الامريكان يجي يقول لك لا، احنا مثلا من 1.6 ل 14%، مش فرق كبير، مش فرق كتير، يعني من 12 ل 14% الاوبتيمم بتاعك في حالات الكانسر تريتمنت. طيب بالنسبه للناس اللي بتاخده لاسباب اخرى واشهرها زي الاوستيوبروسيس، لا، الريسك بيقل جدا من 0.1 ل 0.5. 0.1 ده على النظام البريطاني، و 0.5 ده على النظام الامريكي، American guidelines. فاحنا بنتكلم في نسبة مش كبيرة، ولكن الغلطة بيها في ألف، لأن التريتمنت بتاعه من الحاجات المعقدة جدا جدا جدا، وممكن يعني الحاجات تدخل مننا من سيء الأسوأ. فعشان كده أهم حاجة أن أنا بقى aware how to prevent. عندنا كم سؤال هنجاوب عليهم دلوقتي. إيه هو إزاي أعمل له prevention؟ طب هل البيشن ده أقدر أقدم له regular dental care ولا لأ؟ طب إيه أنواع الدنتال procedure اللي فيها مشكلة؟ إزاي أعمل البيشن ده assessment؟ ازاي اعرف مين البيشنت الهاي ريسك اللي ممكن يوصل 14% نسبه انه يحصل له حاجه زي كده، ومين اللو ريسك اللي ممكن من 0.1 ل 0.5 اللي انت لسه قايله لنا عليها، لان ده هيفرق معايا. طب احنا دكتور سمعنا على اليوز اوف الانتيبايوتكس، اليوز اوف الهايبرباريك اوكسجين، اليوز اوف الحاجات دي، هل ممكن يفرق معانا؟ طيب قبل ما اشتغل للبيشنت ده، مجرد ما اعرف ان البيشنت بياخد الادويه دي، لازم اعمل له اسسمنت عشان اصنف اذا كان هاي ريسك ولا لو ريسك. وبعد كده اعمل اسسمنت للدنتال بروسيجر بتاعتي، اي حاجه ما فيهاش سوفت تيشو مانيبيوليشن، اي حاجه ما فيهاش اكستراكشن، اي حاجه ما فيهاش تعامل مع البون، اقدر ان انا اشتغلها وانا مطمنه. طيب لا، انا هعمل اكستراكشن وادي له محوفاني، محتاج اعمل له سيرجري، يبقى ارجع للتصنيف بتاعي، مين المريض الهاي ريسك ومين المريض اللو ريسك. ده بيعتمد على الديوريشن ونوع الميديكيشن اللي بياخده، وخدوا ازاي الروت اوف ادمنستريشن، وخدوا عشان ايه، هو ساعتها هعرف هو خدوا عشان ايه، لان ده اللي هيزود الكومبلكسيتي. ونتكلم على كونسبت صغير في الاخر، الدنيا كلها بتتكلم عليه مع او ضد، اللي هو الدراج هوليدي. ايه ديوريشن؟ الامريكان سايد يقول لك لو بياخدوا اقل من 4 سنين بعتبره لو ريسك، والبريتش سايد بيقول لك 5 سنين، فمش فرقه كتير. يبقى أقل من 4 ل 5 سنين بتعامل معاه إن هو low risk، وأكتر من 4 ل 5 سنين بتعامل إن هو high risk. الميديكيشنز اللي بتعامل معاها إن هي low risk أصلاً من أساسها الدنسوماب اللي إحنا لسه متقايلين عليه، اللي هو بيتاخد الأوستيبروسيس، أوكي؟ اللي هو بيتاخد الأوستيبروسيس. الروت اوف administration لما أخد الحاجة أورال بصنفه low risk، إنما لما ياخدها IV ولا parenteral بصنفها high risk. طيب بالنسبه للانديكيشن، الانديكيشن بس معكوسه هنا، لما ياخدها لحاجه زي الكانسر، زي المالتيبل مايلوما، زي الميتاستاسيس، زي الباجيت ديزيز، يبقى هاي ريسك. لكن لما ياخدها لحاجه زي الاوستيوبروسيس، يبقى انا مطمن نوعا ما ان هو لو ريسك. انا هلاقيه بياخد حاجه زي الدنسوما، هلاقيه بياخد حاجه لدوز اورال مثلا بسيطه، اورال بيسفوسفونيت بسيطه للاوستيوبروسيس. طيب في كلام يقول لك انه ايه، طب ما الدواء ده طالما عامل ازمه كده يا دكتوره، ما ممكن نوقفه، سميناه دراج هوليدي، ما تيجي نوقفه. اوكي، هما اول ما اتكلم في موضوع دراج هوليدي دول بتوع بشري، لان هو قال لك والله لما بنطول بتكسر عظمه الفيمر، بيعمل فراكشن، يعني احنا بناخده للهشاشه بس بنتفاجئ طبعا ان هو بيعمل فراكشر، فقال لك لا، طب احنا ممكن نديله للعيان سنه ونوقفه مثلا ايه 6 شهور وهكذا. فجينا قلنا طب احنا في الاسنان اولى بالكلام ده عشان اعرف اشتغل شغلي وانا مطمن. فكان عندنا كده ايفيدنس صغير، وللناس اللي هواة التميز اللي بيفهموا في علم الإيفيدنس، الإيفيدنس ده كان ليفل 5 اللي هو أقل حاجة في علم الإيفيدنس، إكسبرت أوبينيون، بنش توب ريسيرش، حاجة كده ملاش لازم. الإيفيدنس ده قال لك إيه بقى؟
قال لك والله انت لو وقفت الدواء ده شهرين في ايفيدنس ان النيكروزس يقل. يعني اوقفه شهرين قبل ما اعمل البروسيجر بتاعتي نسبه النيكروز تقل جامد جدا واقدر ان انا اشتغل، وبنعتبرها زي كده اجازه من الدواء. وده يمكن نظام الامريكان شويه هو اللي بيتكلم عليه، لكن نظام البريتش طبعا اللي انا بميل لي اوكي قال لك مفيش كونفنسن ايفنينج، والله احنا مش لاقين اي لازمه للكلام ده. اللهم الا في مين؟ في الدنسوماب. اصل الدنسوماب يا دكاتره مختلف عن البيسفوسفونات. الدنسوماب مش بيبايند للبون، مش بيلزق زي البيسفوسفونات. فلقينا ان مده وجوده في البلد ايفن بعد ما يتوقف من 6 ل 9 شهور، في حين حاجه زي البيسفوسفونات في بيبرز بتقول لك ل 10 سنين بعد ما تتوقف، وفي بيبرز بتقول لك لحد 30 سنه، يعني فور لايف. يعني البيشنت يبقى واخد الدواء من 10 سنين وجاي يخلع دلوقتي وبرده ستيل عنده ريسك للنيكروز. فعشان كده يمكن دراج هوليداي كان ليها ايفيدنس في مين؟ كان ليها ايفيدنس في الناس لو ريسك، ان الدنسوماب لو متوقف او لو البيشنت واخداها الحقنه بتاخدها كل 6 شهور فنبقى مطمنين واحنا بنتعامل معاه، فبنعتبر ان ده لو ريسك. طب البيشنت هاي ريسك لو ريسك اعمل ايه في الاخر؟ زي ما قلنا البيشنت اللي بياخد بيسفوسفونيت احسن حاجه اقدمها له ان انا كدكتور شفته او دكتور بشري شافه او كذا، انه يقول له روح لدكتور الاسنان عشان نعمل بريفنشن. بريفنشن زي مين؟ ابلكيشن اوف الفلورايد، الديورافات يتحط له 3 و4 مرات في السنه عشان نقلل حدوث الكيرز ونقلل فرصه ان الراجل ده يخلع سنان. اوكي، اشيك على التوث بيست بتاعه اذا موجود فيه فلورايد ولا لا، اكتب له على ماوث ووش فيه فلورايد، بريفنتيف ميجرز المحترمه، اشوفه مرتين في السنه مثلا عشان اكشف عليه والقط اي حاجه بدري بدري. ولو البيشنت فهم الكلام ده هيجري هو على دكتور الاسنان لو عرف المضاعفات الرهيبه اللي ممكن تحصل لما يجي يخلع. فاحسن حاجه ان البيشنت ده وانس ان هو ابتدى الثيرابي ده نحاول على قد ما نقدر نقدم له بريفنتيف ميجرز. طيب جالي بعد كده هصنفه هاي ريسك ولا لو ريسك؟ واوجد بدائل alternatives. والله لو ينفع اعمل اندو اعمل اندو، لو ينفع اعمل له سنه دي نقدر نحافظ عليها وريستورابل لو مفيش مشاكل ماشي. طب ما عنديش حل غير الاكستراكشن، ودي المرحله الرابعه، مش هسيب البيشنت. مفيش مبرر لتاجيل المريض لو الحاله محتاجه تخلع، عشان بس في كتير منكم بيقول ايه طب استنى شويه. لا لا، تستنى زي ما تستناش، خلاص واخد البيسوسونيت من شهر بياخدها دلوقتي ايا كان. الفكره كلها اللي بيحصل ان الريسك بيزيد اكيد، ان اللي كان بياخد بيسوسونيت من 10 سنين غير واحد اوريدي بياخد بيسوسونيت دلوقتي. فعشان كده لازم تحصل عمليه مصارحه تامه فول اكسبلانيشن. نشوف عيانين للاسف ما حدش قال لها وحصل نيكروز، لازم انا اقول له بص في احتماليه ان يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، لو الجرح ملمش خلال كام اسبوع هنتابع الجرح، هشوف العيان ده مرتين في اول شهر بعد الاكستراكشن، هشوف الشهر اللي بعده واتاكد ان الدنيا ماشيه تمام. اي تاخير في الهيلينج ما استناش، احوله على طول لراجل ماكسيلوفيشال سيرجن. هما بيتعاملوا معاه على حسب الستيج بقى بتاعته، هل بس نفولو اب ونكتب انتيبايوتكس، هل ما نكتبش انتيبايوتكس زي نظام البريطاني ونفولو اب بس، هل نشيل البون، هل نعمل ليزر، ايا كان المانجمنت بتاعه كومبليتلي. مفيش كلام، ما تحاولش انت مع نفسك تكتب انتيبايوتكس ولا الكلام ده. طب هل يا دكتوره كتابه الانتيبايوتكس قبل الشغل ليها سوبريوريتي؟ لا، يعني مينلي ملهاش سوبريوريتي، مش ده اللي هيحميك ولا هيحمي البيشنت. يمكن الـ ممكن ان احنا نعمل مثلا برضو الايفيدنس بتاعها ضعيف ان احنا نعمل نستخدم الكلوكسيدين از ماوث ووش بري اوبرتيف دي او دقيقتين يتمضمض بيها ماشي، بس ستيل الايفيدنس مش قوي. الاتروماتيك بروسيجر اهم حاجه، لو انت السكيلز بتاعتك مش قد كده والراجل ده محتاج حد عنده سكيلز عاليه في الاكستراكشن ده بلاش، احنا عايزين نقلل تروما على قد ما نقدر. واهم حاجه ان بعد كده التزم بالتعليمات، الانستراكشنز برضو تبقى مكتوبه باللغه العربيه، وافولو وبشوف العيان ده مرتين بعد الاكستراكشن خلال اول شهر. ما ينفعش ان انا اسيبه واقول انا ماليش دعوه بيه. وزي ما قلنا قبل كده الفكره كلها في الفول اكسبلانيشن. ودلوقتي بقى عندنا كونسنت فورم موجوده في النقابه، العيان ده لازم يمضي كونسنت بصراحه، لانه الريسك از ان افويدبل، هيجي مش حاجه كومن بس مفيش حاجه في ايدي امنعها، مفيش حاجه في ايدي امنع يوز اوف الانتيبايوتكس، استخدم ماوث ووش، مش عارفه اجل اعمل ايه. لا وطبعا الدكاتره لو السن محتاجه خلع ما ينفعش بدائل ثانيه، يعني مش هقول ايه مش هينفع بقى خلعه عشان هو عنده كذا، مفيش حاجه اسمها مش هينفع خلعه في المطلق، لكن في حاجه اسمها اوجد بدائل لو ينفع. ما ينفعش والسنه انديكيتد فور اكستراكشن جو فور اكستراكشن، بس بعد ما اكون فاهم العواقب. طب انا خايف ان انا راجل مثلا لسه مش خبرتي قد كده والسنه صعبه، خلاص ما تخلعهاش، عيب مش عيب ابدا، ابعتها للسبيشالست. البريفنتيف ميجرز اتفقنا عليها. قبل ما اقفل موضوع البيسوسونيت ده، زي ما قلت لكم كنت لسه عامله محاضره على الامبلانت في الميديكال كومبرومايز بيشنت،
وعايزه اسيبكم بقى انتوا كده تفكروا فيها. What do you think؟ نكتب للبيشنت ده ممكن نحط للبيشنت اللي بياخد بيسفوسفونات امبلانت ولا مش ممكن ولا مستحيل ولا ممكن نعمل موديفيكيشن؟ جاوبوا بقى على البوست. انا مش هجاوب السؤال ده، انا هجاوب على البوست، هجاوب ممكن نعملها ولا ممكن ما نعملهاش، عشان اسيبكم كده تقروا حاجه. عشان انا دايما مؤمنه بايه، العلم بالتعلم، مش بان احنا نسمع وخلاص، لازم نفكر في حاجه. انا خلصت، هسمع اسئلتكم. اوكي اوكي مين، انا هوقف السكرين شيرينج وهسمع اسئلتكم. العفو يا فندم. اعتقد هما هيسيفوا اللايف صح، دكتور دكتور محمد ودكتور احمد هيسيفوا، هيبقى اللايف سيفد صح اكيد. يعني مرجع الادويه اسمه ماسبيز دراج دنتال دراج ريفرنسز. لا بس انتوا لازم تجاوبوني بقى، تقولوا لي بقى ايه رايكم، هنعمل امبلانت ولا مش هنعمل امبلانت، عشان اكتب لكم واحط لكم لينك للريفرنس الادويه. هي دي قصاد دي، تجاوبوني كده. وات دو ثينك ان لو ريسك بيشنت؟ دكتور اكرم بيقول لنا شور ويك، مش هرد برضو، هسيبك تقول لي كذا. اللو ريسك بيشنت، ماشي هسيبكم تكتبوا الاجابات وبعدين هحط لكم الايفيدنس بتاع الامبلانت، نحطه فين وامتى وازاي. ها مين تاني يا دكتور عنده أسئلة؟ يس مش هرد برضه، هتقولوا انتوا رأيكم. بناء على حاله العيان. اه دكتور احمد بيقول لنا على بناء على حالة. ايوه بقى، ما هو حاله العيان ازاي من اللي انا قلته ده، حاله العيان تعمل لها اسسمنت ازاي؟ with assessment and suitable implant design. طيب اما دكتور كريم كده تقول لي ايه يعني ايه الامبلانت ديزاين؟ لا انت تقولوا لي فول انسرز، انا مش هقبل بالاجابات دي، تقولوا لي فول انسرز يعني قول لي مثل كده للامبلانت ديزاين هيفرق في ايه. slightly modification of the surgical procedure، برضو قولي لي الموديفيكيشن يا دكتور عبير. انا بتكلم فعلا بجد، يعني خلي الموضوع continuous، ما تخليش الموضوع محاضره واحنا نمشي. وانا فعلا هرد على البوست، مش هطنش خالص، بس الاقي الناس كده بتفكر في حاجه وتكتبها او قرت حاجه. بون دينستي، قولي لي بقى البون دينستي دي هتعملي لها assessment ازاي. primary stability البون دينستي هتعمل لها الاسسمنت ازاي؟ وبعدين في حاجه مهمه جدا، هو المشكله عند الراجل ده دينستي بس ولا كمان في مشكله في الفانكشن؟ يعني هل هي مشكله ستاتيك ولا مشكله مستمره معايا؟ دي كلام عايزين نفكر فيه. حطوا لي بقى اجاباتكم كده على البوست، وانا بس تقولوا لي ايفيدنس بقى، يعني تقولوا لي انا شايف كذا عشان كذا، انا شايف كذا، وانا هرد والله فعلا لو انتم مهتمين انا هرد. لو لقيت الناس بقى كده مش عشان نقرا، عشان زي ما قلنا نعمل عملية الـ continuous education دي. طيب حد عنده أسئلة؟ عشان ما نطولش عليكم بقى عشان الصيام، عشان نلحق السحر، عشان احنا نبتدي سحور من الساعة 12. osteoclastic activity مستمرة طبعا طبعا. انا اي حد برضو عنده اسئلة غير موضوع الامبلانت اللي احنا اتكلمنا فيه قفلنا بيه الليكتر يحطها على الليكتر، وان شاء الله اي اسئلة عندكم هجاوبها باذن الله. شكرا شكرا ليكم، شكرا لباثيك دانت على الفرصة دي. شكرا ليكم، وانا اي اسئله على البوست هجاوبها ان شاء الله على البوست في الجروب في البيج بتاعت بيرفكت دنت ان شاء الله واي مكان تاني. شكرا لكم، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.